اخبار اليوم. ما اسم حضرتك؟ ابراهيم عبد التواب سماحة. دكتور ابراهيم عبد التواب، احكي لنا بقى، لان انت اشهر شخصيه على مستوى العالم دلوقتي يا دكتور. حضرتك بتعمل في الولايات المتحده الامريكيه؟ انا رئيس مجلس قسم في جامعه اسكندريه. قسم ايه؟ انا رئيس مجلس قسم الرقابه الصحيه على الاغذيه كليه الطب. ايه اللي حصل بالظبط منذ لحظه ركوبك الطياره لغايه ما وصلت؟ ركبت الطياره عادي، طلعت الطياره بعد تلت ساعه لقيت الطقم بيلم الباسبورتات. اذا كان ده رحله داخليه، ما حتى ما عملناش باص. طب واللي معهوش باسبورت؟ في ناس معهاش باسبورت ده رحله داخليه. المهم او اثبات شخصيه يعني شرط الباسبورت. المهم جه حضرتك يعني حاجة غريبة. قلنا يلا ماشي مفيش مشكلة. انت كان معاك الباسبور؟ انا معايا الباسبور. المهم عدى نص ساعة لقينا الموضوع رايح جاي، فيه ايه حركة كده يعني. انتم من نص ساعة مش عارفين ايه؟ بس لا ما نعرفش. وصراحة طم ما قالش يلا. بسأل واحدة من اللي فاتت بقول لها فيه ايه؟ قالت انا هقول لك انت، لا انا شايف الطيارة مخطوفة وما تقولش حاجة. ده دي واحدة من الطاقم ولا واحدة راكبة؟ واحدة من الطاقم. ماشي. فسكت. سكت خالص يعني، قلت ايه يعني عدا. المهم شوية الطيارة نزلت، طبعا الاتيتيود بتاعها عالي شد الناس ان الرحلة بتستغرق نص ساعة يعني، والاتيتيود بيعلى يعني ما بتطش الطيارة عشان تنزل، خدت بالك؟ المهم الناس بدأت قالوا ده احنا رايحين قبرص من غير ما يقولوا ان الطياره مخطوفه. ما قالوش كل ده، ما حدش اذاع في جوه الطياره. لا انا الوحيد اللي كنت عارف. طب هم برروا ليه ان رايحين قبرص؟ قالوا الجو مثلا. قالوا في مشكله في الطياره لكن مش خطف. في فرق بين مشكله في الطياره وخطف. وقالوا ان في مشكله في مطار القاهره يعني عشان يستبعدوا الموضوع. وانتوا يعني شفتوش الراجل؟ لا مش عارف. لا ده هو بقى ورا خالص. بس في ركاب مصوراه. ما هو بعد ما نعم يكمل بس. اتفضل يا دكتور ابراهيم. المهم شويه وقف بعد ما نزلنا حوالي نص ساعه. جه ايه عمل مفاوضات، قال كل الستات من كل ده بعد النزول. لا قبل النزول يعني عافى عن كل الستات. لا عرفتوا بقى ان الطياره مخطوفه خلاص. دي قبل ما تنزلوا. ونقطه نظام، لا حد انزعج ولا حد خاف ولا حد اعصابه تعبت ولا حد انزعج، لا طاقم الطياره ولا ركاب. وده منظر يعني انا شديني انا شخصيا. بعد كده قال كل الستات بكل الناشوناليتي تنزل. ماشي. قال كل الرجال المصريين ينزل حتى الدبل ناشوناليتي يعني واحد معاه باسبور امريكاني مصري. هو كان مركز على الاجانب، هو عايز يساوم بالاجانب. ونزل واحد هولندي، هو عايز الانجليز والامريكان. طب انتوا عرفتوا اسمه ولا ما عرفتوش؟ انا واحد من اللي عند الوطن اتصل بي قال لي يا دكتور، هو اللي كان متواصل معايا، هو واحد من المخابرات العامه ومجلس الوزراء. قال لي يا دكتور ابراهيم اند على واحد اسمه سيف. يا استاذ سيف، يا استاذ سيف، ما فيش سيف. اذا هو المخطط. سالت بتاع الطياره قلت له في واحد اسمه سيف راكب في الطياره. قال لا ده بتاع طاقم الطياره. قلت له عموما معاك هو واحد من جهات امنيه. فقال له روح شوفوا على الطياره، انا متاكد انه سيف، انا متاكد انه سيف. يعني عرفت ان هو سيف فعلا اللي خطف. اه